بمناسبة مرور 24 عاماً على بدء الحج المسيحي إلى موقع عماد السيد المسيح بالمغطس، أحيت الكنائس الكاثوليكية في المملكة قداساً إلهياً حاشداً في كنيسة المعمودية في المغطس، حيث اقتصر احتفال هذا العام على الصلوات والشعائر الدينية تضامناً مع المتألمين من أهالي قطاع غزة، وحداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحرب الدائرة هناك. ترأس القداسة قبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيربس بتسابالا بمشاركة النائب البطريركي للاتين المطران جمال خضر والسفير البابوي في الأردن المطران جوفاني توزو وعدد من الأساقفة والكهنة وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الكنائس في المملكة، بحضور الدكتور عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والأثار والسيد نديم المعشر ومدير موقع المغطس رستم مكجيان وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات دينية ونيابية ورسمية وحشود غفيرة من المؤمنين يزيد عددهم عن 4200 حاج وحاجة. في بداية كلمتي رحب غبطته بجميع المشاركين والقائمين على تنظيم يوم الحج، كما عبر عن عظيم امتنانه لجلالة الملك عبد الله الثاني لجهوده الكبيرة في السعي نحو تحقيق السلام الشامل والعادل في الأرض المقدسة وغزة. وخلال الاحتفال الذي تخلله صلاة السبحة الوردية ورفع الأدعية والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن ومن أجل أن يعم السلام في فلسطين والعالم، ألقى المطران جمال خضر عظة القداس التي تحدث فيها عن معاني المعمودية الروحية والإنسانية، كما شكر الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن على تنظيم هذا الاحتفال، وكذلك طلبت المعهد الإكليريكي في بيت جالة الذين قاموا على خدمة القداس والجوقة البيزنطية بقيادة الأب عماد بواب
وجوقة الكنائس اللاتينية بقيادة المرنمة ميراس ميرات، كما بارك غبطته الحضور برش ماء نهر الأردن المقدس عليهم والتبرك به. I want to say very short, don't worry, I'll be short. That I every time I come to the Maktas for the celebration with a different weather, sun, cold, whatever, I see thousands of people and I always go back stronger with strength. في كل مرة باجي فيها على المقطس بغض النظر عن الوضع الطقس شتاء ولا شوب بشوف دائما حضور كبير وكل مرة بيكون الحضور أقوى وأقوى. Really all Jordan, Christian Jordan is here from the north to the center and the south. كل الأردن من شمالها لجنوبها ممثلة في المقطس اليوم. All the rights. كل الطقوس الليتورجية ممثلة. So I have to say that we Christians are good in complaining, but I have to say that we are a wonderful community and we love you. في كثير مرات احنا بنتدمر بس لازم نعترف ونحكي انه احنا جماعة رائعة. واختتم القداس الذي شاركت به المرنمة اللبنانية كريستين النجار بكلمة ألقاها البطريرك بيتسابالا تحدث فيها عن قدسية هذا المكان الذي تعمد به السيد المسيح، ومنه بدأ رسالته التبشيرية التي خلص بها البشرية من الأثام، كما شكر الجهات الحكومية والأمنية والكنسية التي عملت بتعاون تام لإنجاح يوم الحج الكاثوليكي. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بروح القدس والنار. إذا تصلب قلبي تعال إلي القدس على السيد المسيح خلال عماده. هذا الروح الذي قال عنه السيد المسيح روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر الفقراء وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة رضا عند الرب. ليكن انتماؤنا إلى أرض المعمودية رسالة نعلنها للعالم أسره على مثال السيد المسيح. آمين. وفي الختام ألقى الأب عماد علامات أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية في عمان كلمة شكر لكل من ساهم وعمل في إتمام هذا اليوم بنجاح وامتياز. ليبارك الرب تعبكم جميعاً. نحيي ونشكر المرنمة كريستيان نجار ومرافقيها على مشاركتها معنا في هذا اليوم المبارك. نشكر رهبان وراهبات الكلمة المتجسدة الذين يحيون هذا المكان بالصلاة وبالحضور. أهلا وسهلا. كما ونشكر وسائل الإعلام المختلفة التي غطت المؤتمر الصحفي لنيافة الكاردينال والمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام ومكتب فضائية نورسات وراديو مريم على تغطيتهم المهمة والتي أشركوا فيها آلاف المؤمنين عبر وسائل الاتصال. نشكر شركة أورنج على تغطيتها لخدمة الإنترنت في المكان
ونشكر شركة مخامرة والفرح لتغطية الصوت والخدمات اللوجستية الأخرى. نشكركم جميعاً على مشاركتكم الكثيفة في يوم الحج الروحي هذا، ونسأل الله أن يملأكم بنعمته وبركته ويحفظ عائلاتكم. السيدات والسادة، من على ضفاف النهر المقدس نرفع الصلاة أن يحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، ويسدد خطاهما لخير الأردن وشعبه العزيز، وندعوه تعالى أن يحفظكم جميعاً بالنعمة والسلام والبركة. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. مونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بركاكم الله القادر على كل شيء، الله والابن والروح القدس. Thank you.
بعد ولادة الطفل يسوع له المجد في مغارة المهد في بيت لحم، بشر الملاك رعاة ساهرين في البرية بولادة المخلص. في هذا المكان الذي يقع إلى الشرق من بيت لحم في بيت سحور، نرى عدة مغر منتشرة في هذا المكان الذي يطلق عليه اسم حقل الرعاة. نرى الأشجار والطبيعة القديمة. في هذا المكان كانوا الرعاة يسهرون حين تبشروا بالميلاد. في إحدى المغر الصغيرة التي تروي التاريخ نجد المذبح لإقامة الصلوات والقداديس، وأيضا نرى قدم هذه المغارة ورونقها قبل الميلاد. بالرغم من كل الظروف اللي بتحيط في العالم وبتحيط فينا وعلى الأخص غزة، بنحاول نبعث سلام لكل العالم، سلام من أرض السلام، سلام من أقدم مغارة تبشر فيها الإنسان بأنه رح يكون مولود عظيم يفدي البشرية ويأمن لهم السلام ويبعث لهم السلام ويعطيهم السلام. وبعد الاحتفال بميلاد الطفل يسوع له المجد بعدة أيام، أقيم قداس في مغارة حقل الرعاة، ترأسه الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم، وعاونه الأب تادو، وبحضور عدد محدود من المؤمنين أحيوا ذكرى بشارة الملائكة للرعاة، حيث أقيمت الصلاة لأجل إنهاء الحرب. هذا المكان اللي بيخلينا نرجع من خلال مثل الرعاة نفكر كيف نستقبل الميلاد، نستقبله بتواضعهم، نستقبله بدون شروط، نعرف أنه ربنا بيحبنا بدون شروط مثل ما إحنا. هم الرعاة كانوا آخر ناس في المجتمع وكانوا يحتقروهم بالمجتمع، وعشان هيك رغم هذا ربنا خبرهم أول إشي بولادته ومجيئه إلى العالم، فهذا دليل أنه ربنا ما بحط الشروط ولا بيطلب منا غير القلب الخاشع المتواضع زي هالور الرعاة. حتى بعدين كل ما توضعنا كل ما اكتشفنا مجده وشفنا مجده وشفنا علاماته في حياتنا مثل ما شافوها هذا الرعاة، وبعدين فرحوا وسمعوا ترتيل المجد الله في العلا والأرض السلام لما شافوا الطفل يسوع، وهذا اللي بنتمناه من هذا المكان لكل العالم اللي بيشوفونا. هي رسالة من حقل الرعاة في بيت سحور، رسالة من البرية، كما استبشر الرعاة بولادة المخلص، بشرنا يا رب بأن يسود السلام. للنورسات مارلين الحدوة من حقل الرعاة بيت سحور.
عن احتفالات الوحدة أو أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين من 2014 تقريبا ل 2023. فدكتور مثل ما أنت شاهدت يعني الحمد لله يعني إحنا نوعا ما عشان نكون إيجابيين موجودة فكرة الوحدة ومفهوم الوحدة، وفي كثير من الشعب المسيحي اللي احنا نوعا ما عشان نكون ايجابيين موجودة فكرة الوحدة ومفهوم الوحدة، وفي كتير من الشعب المسيحي اللي بحاول انه كمان يشجع هذا الموضوع ويعطيه اهمية في حياتنا المسيحية هون في الاردن في هذا البلد، وكون انه موضوع الوحدة احيانا يفهم خطأ. فأنا بدي هيك بس تعطينا فكرة عن تاريخ الوحدة المسيحية وتاريخ الصلاة من أجل الوحدة، ولماذا دعينا للصلاة من أجل الوحدة؟ هذا الموضوع يبقى واحدا من المفاصل المهمة في العمل الرعوي وفي العمل الكنسي، لأنه فعلا في أبسط أحواله عندما نتكلم عن الوحدة، الوحدة هي في النهاية تجذبها المحبة. نعم. والمحبة هي أساس الديانة المسيحية، وبالتالي كأننا عندما نقول لم نصل بعد إلى الوحدة كأننا نقول لم نصل بعد إلى مرحلة المحبة التي نريدها. بدناش نقول المحبة الكاملة، المحبة الكاملة هي حالة أخرى، حالة ترتقي فينا لأن نصبح يعني في مرتبة يمكن أعلى حتى من الإنسانية، لكننا على الأقل لازلنا نراوح عند مرحلة ما قبل أن تكتمل نماذج العملية في تلاقي الكنائس فيما بينها لتخلق نموذجا من المحبة والتضامن بين كل مفاصل الكنيسة سواء العلماني أو الإكليروس. الوحدة المسيحية حالة ليست خلينا نقول فكر ترفي في 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 البعد المسيحي. الوحدة المسيحية مع مرور الزمن تصبح حالة ملحة وتصبح حالة لابد أن تكون واجبة الوجود. ويعني أنا هون بشبهها بالخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية هي خطيئة لكنها واجبة الوجود، والوحدة الكنسية هي واجبة الوجود لأنها ضرورة تمليها ظروف الحياة بشكل عام، ظروف التطور، العقبات والمشاكل التي تواجه الكنيسة، وبالتالي هذه كلها
تملي حالة من ضرورة التضافر بين كل العوامل تتضافر فيما بينها لتخلق أجواء إيجابية تذلل أي صعاب ممكن أن تواجه الكنائس. حلو كتير دكتور اللي أنت تفضلت فيه، وفعلا يعني بيصير لغط شوي بخصوص موضوع الوحدة، والناس تفهموا أنه معنات الوحدة المسيحية يعني أنها تكون وحدة، أنه كنيسة واحدة يصلوا نفس الصلاة، يعملوا نفس الطقوس، نعملوا نفس، وهذا المفهوم المتداول والشائع عند الناس اللي مش عارفين شو معنات أنه منصلي من أجل وحدة الكنائس. في كتير إحنا بالمجتمع بتطلب توحيد الأعياد، توحيد المناسبات الدينية مثل ما أنت ومثل ما أنت تفضلت، يعني في عندنا التنوع، لكن في بعض الأمور اللي بتدخل بالعامل المجتمعي. العامل المجتمعي يعني الناس تطالب أنه ما يكون في هذه التقسيمات الطقسية من خلال الاحتفالات بالأعياد. يعني إحنا عندنا بالأردن وحدنا الاحتفال اجتماعياً، لانه كما نعم في بالنسبه لاعياد الميلاد انه كل الطوائف او كل كنائس تحتفل بعيد الميلاد ب 25/12، مع انه في عندها رزنامات لترجيه مختلفه التواريخ، ولا زالوا يصلوها. يعني مثلا بعيد الميلاد عندنا بالاردن بيحتفلوا الارثوذكسيه او الاقباط او السرية او الكنائس الأخرى اللي بتتبع الطقس الشرقي ب7/1 بعيد الميلاد لترجيا، لكن ب25 الشهر بيحتفلوا مع الغربي، لكن لترجيا لا، غير ملتزمين باللترجية. بس هذا مش انه احنا بدنا التفاف على موضوع توحيد التواريخ، ولكن مجتمعيا عم نقبل فكرة الوحدة عنا بالأردن، لكن في البلدان الأخرى أو في مناطق الأخرى اللي فيها امتداد لهذه الكنائس في مناطق أخرى غير ملتزمين بتوحيد هذه التواريخ. فهل بتشوف أنت هذا التناقض ما بين الطقس الشرقي والغربي، الاحتفالات المجتمعية والالتزام بالتواريخ والرزنامات الكنسية، هل هذا ممكن يعمل هذا الاختلاف؟ اختلاف الرزنامات ما بين الكنائس نعم، يبقى اختلافا ظاهريا نعم، ليس جوهريا نعم. ويعني بالتالي يعني نحن بالأردن فعلا يعني خطينا خطوة إلى الأمام، لكن هذه الخطوة ليست هي القابلة لأن تنجز المهام اللي نحن بدنا إياها. نعم، احنا وحدنا الأعياد لكن في بعدها الاجتماعي حقيقة، لكن لم نستطع أن نوحد الصلوات وفق رزنامة التطور الجديد اللي وضعنا. لكن يعني في نقطة يعني خليني بس أكد عليها، لأنه عادة ما يختزل موضوع وحدة الكنائس في موضوع الرزنامة الكنسية. نعم، الرزنامة الكنسية رزنامة تأتي ضمن سياق التاريخ الكنسي ذاته، وتأتي ضمن سياق مسيرة هذه الكنيسة بقديسيها ورجالاتها وتوقيتاتها وأزماتها. وبالتالي الوحدة لا تعني أن تنصهر الرزنامات في رزنامة واحدة، وهذا يعني ضروري أن ننتبه له. نعم، الوحدة تأتي وحدة النفوس، وحدة الـ 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 أن تكون بكليتك إلى الله دون أي حواجز تمنعك عن ذلك. الوحدة هي أن تكون بوجدانك أنت مسيحي بدوام كامل، ليس بدوام جزئي ولا بدوام مظهري. الوحدة التي نريدها هي وحدة التضامن الكنسي الوجداني الروحي القادر على أن يعطي كل المقومات لهذه السفينة لأن تبحر بسلام وأن تصبح قادرة على أن تحمل الرسالة المسيحية بكل أطيافها.